بعد ما يقرب من نصف قرن وبحثاً عن المياه، أطلقت روسيا أول مهمة لها على سطح القمر في محاولة لتكون أول دولة تهبط على القطب الجنوبي منه، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي. هذه المهمة سيقوم بها المسبار لونار 25، انطلقت في الموعد المحدد من محطة فوتسوشيني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي، التي من المتوقع أن تهبط في 21 من هذا الشهر على القمر. وتعد المهمة أول مهمة فضائية لموسكو منذ العام 1976، حين كان الاتحاد السوفيتي رائداً في استكشاف الفضاء. لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل والعقوبات الغربية وفضائح فساد. وتتسابق المهمة الروسية مع الهند التي أرسلت مركبة هبوط خاصة بها الشهر الماضي تدور بالفعل حول القمر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.